السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، نبدأ بالصبغ المضخة، بخليه لونين. هكذا أصبحت يا جماعة الخير، سويناها لونين بعد ما نجيب الصبغ رشيتها. شوفوا يا جماعة الخير الحين بنشد هذه بعد ما صبغناها، بنوصل النيدات المائية والكهربائية. أهم شيء التيب، هنا نزيد التيب. طبعا الحوض من تورس ماي، صب ماي من هنا. هذه الوصلة نلف عليها تيب. الطريقة الحين يا جماعة الخير بنوصل الكهرباء. طبعا هذا السالب، هذا الأرضي نفس اللون، هذا لفيناه بهالطريقة. الحين يا جماعة الخير بنجرب نشغل.